صباح الخير على الجميع. النهاردة إن شاء الله هنستكمل جولتنا في معابد جزيرة فيلة. إحنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المعابد المختلفة أو المقصيرة المختلفة الموجودة حوالين معبد إيزيس في جزيرة فيلة أو أجيليكا حاليا، وهنستكمل معبد إيزيس من الداخل. إحنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الفيرست هايبوستايل هول، والفيرست هايبوستايل هول بتاعة معبد إيزيس في جزيرة فيلة أو جزيرة أجيليكا حاليا موجود فيها، وبداخلها بيوجد 10 أعمدة، والعشر أعمدة دول تيجانهم مختلفة، بالمي فورم ولوتي فورم بالإضافة للتيجان المركبة. وزي ما اتكلمنا قبل كده احنا قلنا إن التيجان المركبة أو التنوع في تيجان الأعمدة تعتبر أحد أهم المظاهر اللي موجودة في المعابد المصرية خلال الفترة اليونانية الرومانية. So we are continuing today our talk about the different temples and chapels on the island of Phila in the past and on the island of Agelika now, after transporting the temple of Isis and transporting the different chapels from the island of Phila to the island of Agelika. And now we are talking about the first hypostyle hall of the temple of Isis or the temple of Phila. As we see here, we can find 10 columns. The columns are decorated or topped by the capital of columns with different shapes, بتيجان أعمدة متنوعة ومختلفة. And as we said before, the different capitals of columns, the variety of the capitals of columns in one hall in the Egyptian temple considered to be one of the major architectural features of the Egyptian temples during the Greco-Roman period. كانت أحد الخصائص التي تميزت بها المعابد المصرية خلال الفترة اليونانية الرومانية. من المميز برضو قوي في داخل صالة الأعمدة وجود بعض الأجزاء اللي تم تحويلها لكنيسة أو تحويلها لأماكن للعبادة أو للصلاة بعد انتصار المسيحية على الوثنية وبعد الاعتراف على المسيحية كديانة رسمية معترف بيها. وبنلاقي كتير جدا من الأعمدة والحوائط موجود عليها شكل الكروس، بالإضافة لتحويل الجزء خصوصا الجزء الشرقي من صالة الأعمدة تم حفره أو تم يعني إعادة تحويره كده بشكل أركيتكتشرال معين بحيث أنه هو يخدم أو يستخدم للصلاة في هذه الفترة. ودوت إن دل على شيء فيدل على أن المعابد دي كانت مستخدمة حتى بعد انتصار المسيحية على الوثنية. دي حاجة مهمة جدا لازم نذكرها، بالإضافة إن احنا لقينا كتابة يونانية يعني inscriptions كده باليوناني واحنا داخلين للأجزاء الداخلية لصالة الأعمدة. وهذه الكتابة اليونانية بتؤكد يعني إن المسيحية انتصرت وإن هذا المكان أصبح محول لكنيسة في سنة 553 ميلادية. والانسكريبشنز اللي احنا بنتكلم عليها ديت بترجع لبابا فيدورس في هذه الفترة. So we can find it's very important to say that the first hypostyle hall in on the walls and on the columns of this hall we can find the shapes of the crosses here. Okay, and the eastern side of it was transferred, it was used as a church or as place for praying after the spread of Christianity in Egypt. And in fact, we can find also a Greek inscription. We can find Greek inscriptions. يعني إيه Greek inscription؟ يعني خط أو نص باليوناني. On the entrance leading to the inner court of the temple, the inscriptions commemorates. يعني إيه commemorates؟ يعني بيخلد ذكرى. The inscription commemorates converting the temple into a church. يعني إيه converting the temple into a church؟ تحويل المعبد إلى كنيسة. In 553 AD, and this inscription dates back to Pope Theodorus. Uh,
برضو من الحاجات المميزة جدا في الهايبوستايل هول ان انت ممكن تشير اليها كجايد، ان الجزء الاول من صالة الأعمدة مش مغطى، في حين ان الجزء الثاني هو اللي مغطى ليه سقف. والحقيقة احنا اتكلمنا برضو على الجزئية دي قبل كده، ان الحقيقة المصري القديم نوع في وكان يعني عنده فرايتي شديدة جدا. المهندس المصري خصوصا في الفترة اليونانية الرومانية اثناء بناء المعابد بتاعته، في جزئية الالومينيشن او الانارة داخل المعابد المصرية، بمعنى ان استخدمت الانارة، استخدمت قاعات، بعض القاعات كان فيها مثلا اشكال الويندوز اللي هي الفانل شيبت ويندوز اللي هي بتاخد شكل القمع، ودي لتركيز الاضاءة بشكل معين، او ان في بعض الاحيان كنت بستخدم الشبابيك زي مثلا الموجودة في الايسترن والويسترن كولونت قبل ما بدخل على البايلون بتاع معبد ايزيس في جزيرة فيلة. طبعا الويندوز ديت كان الغرض منها الانارة والتهوية، لكن بالإضافة كمان إن إحنا بنقول إن الفتحات ديت أو الإضاءة بهذا الشكل كانت بتدي نوع من أنواع الجمال للمكان، بحيث إن هو يعني من الآخر بيوظف الضوء والظل بشكل معين عشان يدي جمال للمكان. والحقيقة دي برضو من أحد السمات المهمة للمعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني. So we should also notice that the first hypostyle hall, the first part, the outer part of the first hypostyle hall, as we can see here, is open without a ceiling, while the inner part of the first hypostyle hall is covered with a ceiling. And the rest of the hall, as we say, is covered with a ceiling, bearing different astronomical scenes. The open part was divided from the covered part from this hall through screen walls linking the columns together. احنا هنشوف برضو ان في بعض الاجزاء تم وصلها بحوائط الستائر داخل هذه الصالة. اذا معنى كده ان the first part, the outer part of this hall is not covered, is an open court, and the inner part is covered with a ceiling bearing different astronomical ceilings or astronomical shapes. معناها ان هي بتحوي بعض الاشكال الاسترونومي او اللي هي الفلكية خلاص، وطبعا لا زالت بقاياها موجودة. ده بالنسبة للفيرست هايبوستايل هول. بعد كده عندنا طبعا الانر هول واللي هي الحجرة الداخلية اللي كانت مستخدمة بقى، يعني نعتبر بقى خلاص دخلنا على أقدس جزء في المعبد، والجزء الداخلي أو الحجرة الداخلية بالإضافة للحجرات اللي حوالين القدس الأقداس كانت طبعا هي عبارة عن حجرة كانت بتستخدم بشكل أكبر للقرابين، ولشان كده كان منطقي جدا إن احنا نلاقي سينز مختلف أنواع القرابين على طول الحوائط بتاعة الإنر هول والرومز اللي حوالين السانكتشري. So after the hypostyle hall, we will enter the inner hall which was used for offerings and also the rooms surrounding the sanctuary. يعني إيه surrounding the sanctuary؟ يعني اللي حوالين قدس الأقداس في معبد إيزيس في جزيرة فيل. So after the first hypostyle hall, and again, what is very remarkable in the first hypostyle hall? Two things: the Greek inscriptions commemorating converting the function of the temple to a church. ان احنا بنمجد او بنوضح ان المكان تم استخدامه او تحويله من معبد الى كنيسه بعد انتصار المسيحيه على الوثنيه. And also we can find different Greek crosses, crosses, the shape of crosses on the columns and also on the walls, confirming that this place was used as a church after Christianity. And the second thing we'll also notice in the first hall is the illumination way, طريقة السقف نفسه. The first half of the hall is open aired and the second half is covered with a ceiling with astronomical shapes. ودي برضو حاجة كده ايه one of the architectural features of the Egyptian temples during the Greek Roman period. After that we enter the inner hall, and as we said before, the inner hall was used for offerings. يعني ايه offerings؟ يعني تقديم القرابين. So we are entering the most sacred place of the temple. احنا بدأنا ندخل على الأجزاء المقدسة جدا اللي هي طبعا ما بقاش بقى فيها العامة من الناس، لا ندخل بقى على الأجزاء اللي كان بيتم تقديم القرابين فيها. And therefore the scenes all around this hall are offering scenes in the first place.
ادي شكل الحجرات او الحجرة بتاعة القرابين. And here we can find that the walls are divided into four registers. Every register consists or bears different scenes of offerings. This is also the inner hall, the offering hall. طيب قبل ما نخش على القدس الأقداس بشكل أو بآخر، احنا لازم نذكر ان الـ inner hall ديت احنا بنلاقي فيها staircase from اللي هي الـ hall of appearance leading to the roof of the temple، والـ staircase دوت بيؤدي لسطح المعبد، وسطح المعبد بيوجد فيه مقصورتين، المقصورة الأولانية غير مزخرفة والمقصورة الأخرى مزخرفة بأشكال مختلفة بتمثل العقيدة الأزورية أو اللايف سايكل بتاعة أوزيرس من إحيائه وموته وبعثه مرة أخرى. وزي ما قلنا قبل كده ان وجود الأوزيرن تشابلز او التشابلز المقاصير الأزورية تعتبر برضو احد اهم الخصائص المعماريه اللي كانت للمعابد المصريه في الفتره اليونانيه الرومانيه، تميزت بها جدا ديان المعابد المصريه في هذه الفتره. So in the hall of the offering or the appearance we can find a staircase leading to the roof of the temple of Isis, the temple of Phila, and on the roof you can find two chapels. The two chapels are dedicated for or consecrated for، يعني ايه dedicated او consecrated؟ يعني مكرسين او تم اهدائهم to the cult of Osiris. The first one is not decorated and the second one it's located in the western corner of the roof of the temple and it's comprehensively، يعني ايه comprehensively؟ يعني بشكل شامل represents the Osirian myth، يعني الجدران بتاعتها بشكل شامل جدا جدا بتوصف العقيدة الأزورية وبتوصف ايه اللي حصل لأوزيرس من وموته وبعثه مرة أخرى ومساعدة إيزيس ونفتيس ليه، يعني الحقيقة تعتبر من أجمل المقاصير. طبعا رجوعا كده معلش لجزئية السانكتوري، زي ما بنشوف هنا السانكتوري فيه في السنتر في عبارة عن بيس كده، البيس دوت كان بيستخدم لوضع الساكريد بارك، وده يعتبر الساكريد بارك بتاع طبعا قدس ايزيس الإلهة الرئيسية للمعبد. وهذا المكان او هذا السانكتوري بيرجع لعصر بطلميوس الثالث، الوولز بتاعت السانكتوري فيها اوفرنج سينز لعصر بطلميوس الثالث وحتى الثاني بدأ يظهر. معنى كده ودايما برضو بنقول ان المعبد كان بيتم بناؤه من جوه لبره، علشان كده السينز بتاعت المعبد في الأجزاء الداخلية هي الأقدم وفي الأجزاء الخارجية هي الأحدث، ودايما بنلاحظ دوت في المعابد المصرية اللي بترجع للعصر اليوناني الروماني، زي مثلا معبد إيزيس في فيلا بنلاقي مثلا الأجزاء الداخلية شوية الجدران بيبقى فيها يعني ملوك بطالمة، في حين أن الأجزاء الخارجية بيبقى فيها الأباطرة الرومان بشكل أكبر مصورين. So in the inner part in the sanctuary we can find here a base and this base was used for the sacred bark of goddess Isis, the name goddess of the temple. This base dates back to the reign of Ptolemy the third and the scenes around the sanctuary all over the walls of the sanctuary are dedicated to goddess Isis and they are dating to the Ptolemaic period, the early Ptolemies, especially Ptolemy the second. بطلميوس الثاني تم تصويره في هذا السانكتوري. بالإضافة على فكرة احنا عندنا منظر لطيف جدا للإلهة إيزيس وهي بشكل وينجد جادس وهي بتحتضن الإله أوزيرس، فطبعا فرصة كويسة ليك جدا كجايد ان انت تشرح وظيفة الإلهة إيزيس كإلهة مجنحة وكدورها للحماية وهي إلهة مجنحة. طيب هنستكمل التشابلز كده، انت خلصت المعبد الرئيسي وخلصت الحاجات اللي بتبقى موجوده في الاول خالص، زي مثلا الكيوسك بتاع
الشفل بتاعت نكتنبو وارسنوفيس ومندوليس وامحاطر، كل دوت احنا خدناه ودخلت خلصت المعبد الرئيسي. بعد كده ممكن تدخل تخرج من المعبد ايزيس يعني من اي مدخل خارجي، وتقدر تشرح تمبل بتاع حتحور، معبد حتحور. هي عباره عن معبد صغير، برغم ان هو معبد صغير لكن حقيقه في حاجات لطيفه جدا ممكن تتشرح، ويعني تعتبر مهمه. المعبد دوت بيركز على عباده حتحور بشكل اساسي كعين للاله حورس، وفاكرين ان حورس حتحور امتزجت مع الالهه سخمت كالهه حاميه وكالهه لها جزء كده دموي والهه شويه لها شخصيه دمويه اكتر في اسطوره هلاك البشر. والمناظر هنا بتصور الالهه حتحور كبنت الاله رع، واللي جلبها مره اخرى من النوبه، وان هي عين الاله رع اللي جلبها مره اخرى من النوبه اثناء يعني ايه الاسطوره بتاعت هلاك البشر. الحقيقه المعبد الصغير دوت موجود على شرق معبد ايزيس، والديكوريشن بتاعته بترجع لعصر بطليموس السادس والثامن والاثناشر، بالاضافه للامبراطور الروماني اوجستس. احنا عندنا بعض الانسكريبشنز اليوناني اللي بترجع لعصر بطليموس الثامن، وبتهدي هذا المعبد للالهه افروديت اليونانيه. الالهه افروديت اليونانيه اتكلمنا عنها قبل كده ان هي تعتبر الهه يونانيه واحد الالهه الاولمبيه، وامتزجت في مصر مع الالهه ايزيس وبرضو مع الالهه حتحور. ده المعبد طبعا هو اساسا بيتكون زي ما احنا شايفين كده من اوبن كورت، وبعد كده الاوبن كورت ديت بتؤدي ل اوضه يعني فيها تو سكسسيف رومز، اوضتين ورا بعض، وبعد كده الاوضتين دول بيأدوا للسانكتشري الاساسي. وفي يوجد بعض المناظر للامبراطور اوجستس وتايبيريوس في الشابل ديت، وبيدل على ان الشابل ديت تم تجديدها في العصر الروماني من قبل الامبراطور اوجستس وتايبيريوس. يعني نقول الجزء ده والتاني بالانجلش. So after finishing the surrounding chapels such as the chapel of Nectanebo, the chapel of Arsinoefis, Mandulis, Imhotep, and also after finishing the temple of Isis, from any subsidiary entrance or a gateway, you can enter or face the chapel of Goddess Hathor, this one. It's a small chapel or it's a small temple. It's originally was found or dedicated, dates back to the reign of different Ptolemies, such as Ptolemy the VI, Ptolemy the VIII, and also Ptolemy the XII. According to the other scenes, confirmed that both the Roman emperors Augustus and Tiberius conserved this building. يعني ايه conserved this building؟ يعني اعادوا بناء بعض الاجزاء اللي كانت من الواضح ان هي تعرضت لبعض الايه التكسير او كده، واضافوا بعض السينز الخاصه بيهم. This chapel is dedicated to Goddess Hathor as a manifestation of Goddess Hathor as she was described in this temple or in this small chapel as the daughter of God Ra. Who brought her back from Nubia, اللي جلبها مرة أخرى من بلاد النوبة. This temple consists mainly of an open court. يعني إيه open court؟ يعني صالة مفتوحة. After that it we enter two successive rooms and finally we can find the sanctuary. Open court, two successive rooms and the sanctuary. ادي المدخل بتاع اول صاله first room. طبعا احنا كان عندنا open court بندخل على كده first room، بعد كده second room، بعد كده sanctuary. خلاص ادي اهو المدخل بتاع الشابل بتاعت حتحور، وبعد كده بندخل اول صاله اهي، بعد كده تاني صاله، وفي النهايه قدس الاقداس بتاع المعبد. طبعا احنا شايفين ان the columns are connected together with screen walls، وقلنا قبل كده يعني ايه screen walls. They are walls, small walls, connecting the columns to the half of the A of the height of the column، بتصل لنصف مستوى الاعمده. Where they are decorated with different offering scenes. من المناظر اللي احنا بنقف عندها انت كجايد دلوقتي، انت دخلت هتقف مثلا هنا اهو، خلاص عندك في الجزء دوت منظرين لطاف جدا ممكن تشرحهم، هنشوفهم كده مع بعض. يعني
ادي المنظر اللي فوق وادي المنظر اللي تحت. المنظر دوت الفيرست ريجستر بيمثل اوغسطس وهو بيقدم 2 سيستروم للالهه ايزيس، وادي اهوت اول منظر اهو اوغسطس اهوت وهو بيقدم 2 سيستروم للالهه ايزيس. انا عرفت منين ايزيس؟ ان هي طبعا من خلال النص. وهنا الامبراطور بيقدم القرابين للالهه تفنوت. خلاص طبعا هي مظهرها يوحي ان هي الالهه سخمت، لكن من خلال النص فهي الالهه ايه؟ تفنوت. فدول منظرين ممكن طبعا تشرحهم، وتبدا تشرح طبعا الجزء بتاع السيستروم. السيستروم طبعا هي كانت احد الادوات الخاصه بالالهه ايزيس، والالهه طبعا هاتحور، وكانت بتستخدم في الاحتفالات المختلفه بتاعتها، وخصوصا الاحتفالات الموسيقيه لانها كانت الهه للموسيقى. والصلاصل ديت بتسمى بالعربي الصلاصل، دي كانت بتستخدم من قبل الكاهنات اثناء فتره الاحتفالات بتاعت الالهه هاتحور، واصبحت برضو من الحاجات اللي دايما بتقدم للالهه حتحور او الالهه ايزيس في كنوع من انواع القرابين. وطبعا الجزء اللي تحت دوت بيمثل الالهه تفنوت اهي. خلاص وطبعا تبدا تشرح الالهه تفنوت، وهي تعتبر احد الالهه القديمه جدا اللي ظهرت طبعا في مصر في تسوح هليوبوليس. فهي يعني ايه، في جزء كده ديانه ممكن تشرحه حلو جدا، بيضفي روح على الشرح بتاعها كجايد. So one of the important scenes here we can find after entering from the open court, and you can enter here and stand here. You can find here 2 important scenes you can describe. The first scene here is represents Augustus, the Roman emperor. He is offering 2 sistrums to goddess Isis. As we said before, the sistrum is the musical instrument. It was used especially during the musical festivals and the festivals of goddess Hathor and also goddess of Isis, because Isis and Hathor were assimilated with each other. يعني assimilated، امتزجوا مع بعض. It was called in the ancient Egyptian language as Sesheset. Here, goddess Isis is represented seated on the throne, قاعدة على العرش, and crowned with a solar sun disk between 2 horns, which is originally the Hathor crown. And in the lower register, we can find here the Roman Emperor Augustus is making offering to goddess Tefnut. Goddess Tefnut is one of the primitive goddesses in ancient Egypt, and she was one of the members of the Heliopolitan Aeneid. طيب ايه تاني ممكن اشرحه؟ يعني تعالى كده معايا، بص معايا كده على الجزء ده. انت خلاص وقفت هنا وشرحت المنظرين اللي احنا اتكلمنا عنهم، تمام. عندك منظرين تانيين هنا، خلاص بنشوف كده حاجة لطيفة قوي، تعالوا نشوفها مع بعض. ادي اهوت اول حاجة، ادي اول رسمة كنت عايزة اقول لكم عليها، المنظر دوت والمنظر ده. مين دول؟ ده اول واحد دوت هو عبارة عن قرد ماسك كده زي آلة موسيقية تشبه الجيتار، يعني بيعزف عليها. والمنظر التاني بيمثل الاله بس، طبعا الاله بس، وكان مرتبط ارتباط شديد جدا، وهو ماسك التامبرين اللي هو اللي بيقولوا عليه الدف، بيشارك في احتفالات خاصة بالإلهة حتحور. طبعا الإله بس يطول الشرح عنه، وشفناه كتير جدا، وهنشوفه برضو في بلوك كبير جدا بتاعت معبد بس، بتاعت مرسوم عليها شكل بس ان هاي ريليف، موجودة مثلا في معبد دندرة. بس طبعا هو كان أحد الأشكال القزمية للآلهة. الناس اختلفت على الأوريجين بتاعه، في ناس قالت إن هو أصل نوبي، وفي ناس تانية قالت إن هذا الإله هو بيمثل شكل أسد. طبعا هو احنا ايه اللي خلانا نقول ان هو اله نوبي؟ لان هو كتير في كتير من الرسومات كان بيصور بمجموعة من الريش فوق رأسه، والتاج اللي هو عبارة عن ريش فوق الرأس ده اصله نوبي. شفناه قبل كده في آلهة تانية، شفناه مع مثلا اله عنقت، خلاص اللي هي برضو تبع الثالوث بتاع الفانتين، تمام. بس كان يعتبر حامي للبريجننسي، للولادة، وللست الحامل، والهاوس هولد. كان دوميستيك جاد، يعني كان اله شويه نقدر يعني نديله لقب كده، من ضمن الالهه الشعبيه اللي ظهرت في مصر، واستمرت على فكره عبادته في العصر اليوناني والروماني كمان.
طبعا البابون، البابون طبعا دايما بنقول ان هو كان مرتبط بالإله حتحور والعقيدة الشمسية بشكل خاص. لو تفتكروا مثلا مواجهة معبد أبو سمبل فيها أشكال كده للبابون وهي رافعة إيديها وبتحيي قرص الشمس. فبما ان هنا حتحور وصفت بان هي ابنة الإله رع وابن وعين الإله رع وان هي جلبها من منطقة النوبة بشكل خاص، فطبعا طبيعي جدا ان احنا نلاقي البابون وهو بيشارك في الاحتفالات الحتحورية. تمام، طيب نقول الجزء ده تاني بالإنجلش. So in the second room of the chapel of Hathor, we have also two important scenes you can describe as a tour guide. Here we can find the shape of the baboon playing on a guitar, and on the other side we can find the shape of Gadbess, and Gadbess here is playing on the tambourine. In fact, Bess was one of the guardians and one of the gods was specially connected. يعني ايه specially connected؟ يعني كان مرتبط بشكل خاص. He was specially connected with goddess Hathor. Many scholars confirm his Nubian origin. يعني ايه Nubian origin؟ يعني اصله النوبي. Why? Because he wore bundles of feathers. يعني ايه bundles of feathers؟ يعني كان فوق راسه مجموعة من الريش. And the bundles of feathers was known as a Nubian wig or a Nubian headdress. For example, goddess Anukis, Anukis or Anqit, the Nubian goddesses, the goddess was depicted wearing this type of crowns. Gadbess also was depicted as a dwarf or as a lion, and he was depicted playing the tambourine, this one. Okay, during the different festivals and of goddess Hathor, because she was a goddess of music, as we said before, and also Gadbess was a guardian god. يعني guardian god إله حامي. He was god of protection, god of pregnancy and childbirth. He guaranteed the safe childbirth. هو اللي كان يعني بيخلي السيدة الحامل تلد بسلام. وده حسب اعتقاد المصري. And Gadbess was usually depicted playing the tambourine here, and he was also depicted in many birth houses or mummies in the Egyptian temples during the Greek Roman period. دايما بيظهر في المعابد وبيوت الولادة اللي هي المميزي في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني. This is on the first side. On the other side, we can find the baboon. And the baboon was known to be specially connected with the sun cult in ancient Egypt. For example, on the facade of the great temple of Abu Simbel, we can find a series of baboons raising their hands. They were welcoming the sunrise. Nama bihayu qurs al-shams. And because of this temple, Hathor was described to be the daughter of Gadra. So it's logic to find here the baboon was playing music and involved in the festivals of goddess Hathor. طيب عندك ايه تاني برضو تشرحها على الجزء دوت؟ ده برضو احنا عندنا نايلومتر. خلينا نفتكر مع بعض كده ان احنا شفنا نايلومتر او شفنا مقياس للنيل تم اعادة بنائه او تركيبه في الجزء اللي هو قدام الوستن كولونت. هنلاقي كده بعض السلالم ومحطوط حواليها سور. ده برضو يعتبر نايلومتر. ده تاني نايلومتر بنشوفه، هو قريب جدا من الجيت بتاعت هادريان، بتاعة بوابة هادريان. وهنقف عند بوابة هادريان لأن فيها برضو بعض المناظر اللطيفة جدا اللي انت ممكن تشرحها. So in the west side of the island of Phila, there is a small stairway leading to the shore and to the nilometer. This one, this is some staircases or they are leading to the nilometer of the island. And as we said before, we have a first nilometer was located and we saw it before. In front or in between the western colonnade and the eastern colonnade, in front of the pylon of the temple of Isis. تمام، ده الهادريان جيت اهوت، وبجانبه بيبقى النايلومتر. تعالوا نشوف مع بعض الجيت بتاعت هادريان. ادي الجيت بتاعت هادريان او بوابة هادريان. الجيت بتاعت هادريان او بوابة هادريان هي عبارة عن بوابة كده زي كوريدور.
تمام، في بعض المناظر المهمة هنا وبعض المناظر الايه المهمة هنا. دي بوابة طبعا هادريان، ومن اسمها هي بترجع لعصر الامبراطور هادريان. في ناس قالت ان هي في الفترة ما بين 117 و180 في فترة هادريان، وفي بعض المناظر لماركوس اوريليوس ولوكيوس فيروس، وكلهم اباطرة رومان، فاذا هي بوابة رومانية. هذه البوابة كانت يقال أنها كانت بتستخدم ككده مكان لاستقبال الساكريد بارك أو الموكب المقدس للإلهة إيزيس أثناء زيارتها أو خلال زيارتها لقبر زوجها الإله أوزوريس في جزيرة الأباتون. طبعا الجيت ديت بيبقى فيها طبعا بعض المناظر المرتبطة بالعقيدة الأوزورية. خلاص، يبقى beside the nilometer, the second nilometer on the island of Phila, we can find the gate of Hadrian, and it consists mainly of a corridor. On the lateral walls, يعني على الجدران الجانبية, we can find important scenes. This hall or this gate was used as a reception hall or place for the sacred bark of goddess Isis during her voyage. يعني ايه voyage؟ أثناء رحلتها. During her voyage to the tomb of Osiris on the island of Abaddon. This hole or this gate dates back to the reign of Hadrian between 117 to 180 because it bears scenes for Hadrian, Marcus Aurelius and Lucius Verus. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض المناظر المهمة في المكان ده. عندنا لو هنقسمهم left wall و right wall، الحيطة اليمين والحيطة الشمال وانت داخل. ادي left wall. left wall عادة بيبقى فيها مناظر هنا للعقيدة الإيزورية، زي مثلا هنا المنظر ده، تمام، بيصور الإله أوزوريس وهو على ظهر كروكودايل، تمساح، ويقال ان هو بهذا الشكل هو وصل لجزيرة او قبره المقدس في بيجا. وفي منظر تاني للإله أوزوريس، تمام، وهو بشكل مامي فايت وما بين كل من إيزيس ونفتيس، وهما طبعا بيقدموا له كل التبجيل. So on the left wall of the Hadrian gate we have different scenes, they are related to the Osirian myth. For example, we have here this scene. It represents God Isis as a mummified figure, and he is standing between Isis and Nephthys. And as we said before, it's very known that Isis and Nephthys played a very important role in the process of resurrecting and getting back the body of Osiris from Babylon and reviving God Osiris once again. In the other very important scene, we can find the mummy of God Osiris on the back of a crocodile, على ظهر crocodile, announcing, يعني announcing بيعلن, announcing his arrival to the island of Big, إن هو ظهر أو إن هو وصل لإيه لجزيرة Big. على الرايت سايد احنا عندنا على الحيطة بقى الشمال عندنا منظرين ما يتفوتوش لأي مرشد. ده منظر بيصور الإله أوزيرس في شكل طائر. آدي أهوت أوزيرس وهو فوق محصول أو بيا يعني واقف على محصول مصر، بيعلن طبعا قدوم الفيضان. والجروين سويل دوت طبعا بتمثل يعني، وتحتها كده حتى بنشوف الرمز العلامة المصرية مر. تمام، والول سين طبعا وراه كده هنشوف ادي الاله حابي اله النيل، شايفينه وهو في الكافرن وهو في الجندل بتاع نهر النيل وبيصب من انائين، دلاله على نهر النيل العلوي ونهر النيل الشمالي يعني ونهر النيل الجنوبي. فكل ده الحقيقه يعني حاجات كده لطيفه جدا لازم تشرحها. طبعا قدام الكافرن او الجندل دوت او الكافرن بتاع نهر النيل اللي فيه الاله حعبي وهو بصب نهر النيل لمصر، ادي الاله ايزيس، والاله ايزيس هنا متصوره في شكل سيده براس بقره وواقف قدامها البابر بتاع اوزيرس، وقدامها هنا ادي ايزيس مره اخرى مصوره برمز الاسم بتاعها، وادي نبت حوت اللي هي نفتيس. خلاص، راح ورختي مصور اهو، وادي الاله امون. فطبعا ده منظر ماستر بيس بالنسبه للجيت اوف هادريان.
So on the تعالوا نشرحه كده مع بعض بالانجلش واحدة واحدة. On the right side we have a very important scene that depicts the flood of the Nile. يعني بيمثل فيضان مصر. Here we can find the cavern اللي هو يعني المكان الجندل بتاع نهر النيل. In the cavern we can find God Hapi is depicted, or Hapi he is depicted here pouring the water from two vases. ان هو بيصب المية من إناءين. خلاص referring probably to the northern and southern parts of the Nile. Here we can find in front of him goddess Isis. She is depicted as a cow-headed goddess. سيدة برأس بقرة. Okay, and here we can find the hieroglyphic sign Mer, and over it the soil of Egypt, and the Ba bird, or the bird of Osiris, is depicted on the soil. And in front of God Osiris as a bird, which is a very unique iconography of God Osiris, we can find Isis, Nephthys, Rahorachti, and Ged Amun. They are presenting homage or praising God God Osiris. طبعا هنا God Osiris بيمثل نهر النيل وبيمثل اللايف سايكل. دايما بنقول ان في ارتباط شديد جدا عند المصري القديم ما بين نهر النيل وما بين السايكل بتاعت نهر النيل من انحصار لفيضان، والسايكل بتاعت اوزايرس من قتل واعاده تجميع لجسده مره اخرى واعاده احيائه مره اخرى. تمام، منظر طبعا من المناظر المهمه جدا. دي الانسكريبشنز، دي تعتبر يعني يقال ان هي اخر انسكريبشن بالهيروغليفيه، وبترجع لواحد اسمه إسيتمتش إخم، إسيتمتش إخم، ودي تعتبر آخر لوحة مكتوبة بالهيروغليفية، ويقال إن هي بترجع لعصر السنة الـ 24 لعصر الإمبراطور أوغسطس، يعني تقريبا 394. دي تعتبر آخر يعني حاجة كتبت بالخط الديمقراطي أو باللغة المصرية القديمة بس بالخط الديمقراطي. وزي ما قلنا إن إحنا عندنا أكتر من كلامنا على جزئية الانسكريبشنز الديموطيقية الكتير جدا اللي موجودة في معبد إيزيس، وقلنا ان في بعض حتى العلماء الألمان بدأوا يدرسوا هذه الكتابات. اكتر من 40 او حاجة و40 جرافيتي ديموطيقي بدأت تظهر على في اماكن كتير جدا في معبد إيزيس، الحقيقة تستحق الدراسة. So we can find here the last hieroglyphic inscriptions, and this graffito belongs to the figure which is called Isitmej Ichim. Isitmej Ichim. This is the last hieroglyphic inscription. It dates back to the 24th reign or 24th year of Augustus' reign. السنة الرابعة وعشرين من عهد الإمبراطور أوغسطس. So it's about in 394 AD. The last demotic inscription dates around to the time of the closing of the temple of Isis at Phila. يعني الآخر خط الديموطيقي برضو ظهر في عصر في معبد إيزيس في فيلا. يبقى معنى كده أن معبد إيزيس بيحوي آخر وثيقة هيروغليفية وآخر ظهور الخط الديموطيقي. وزي ما قلنا we have different very a series of various demotic inscriptions all around the walls of the temple of Isis and Phila, and they are now studied by many German scholars. احنا كده خلصنا الشابل بتاعت حتحور، وخلصنا السكند نايلومتر اللي جنب الجيت اوف هادرين، وقلنا ايه الحاجات اللي انت كجايد تركز عليها وانت ماشي كده. هتلاقي حاجه اسمها البرو ستايل تمبل اوف اوغسطس اللي هو دوت. الحقيقه البرو ستايل تمبل دوت بيرجع لعهد الامبراطور اوغسطس، والتمبل دوت انشاه البيرفكت اللي هو روبيروس بارباريوس، ويعتبر من يعني الاشكال الرومانيه يعني او من اول اشكال العماره الرومانيه في الشرق اللي هي مصر، من اول بدايات الاشكال العماره الرومانيه. الحقيقه في المكان دوت احنا اكتشفنا ستيلا بترجع لكورنيليوس جالوس، والستيلا ديت يعني هي اللي كانت حصل عليها بقى ان كورنيليوس جالوس اول والي روماني في مصر مجد اعماله، وان هو ازاي قدر يحمي الحدود الجنوبيه لمصر، لو يعني لو انتم فاكرين جزء ده في التاريخ. وحتى عشان كده هو اثار حفيظه وغضب اوغسطس واستدعاه لروما، لكن كورنيليوس جالوس يعني قتل نفسه، انتحر قبل ما يقابل اوغسطس.
واللوحة ديت حاليا هي طبعا مكتوبة بالهيروغليفية واللاتينية واليونانية، ومحفورة على الريد جرانايت، ومحفوظة الآن بالمتحف المصري. So this is the prostyle temple of Augustus. Okay, and this is one of the earliest type of Roman architecture in the East. أول أشكال العمارة الرومانية إيه في مصر أو في الشرق بصفة عامة. In this place, we discovered a bastilla. It's made of red granite and it's written with hieroglyphic, Latin and Greek. It commemorates the deeds of Cornelius Gallus, the Praefectus of Egypt, the Roman Praefectus of Egypt, اللي هو ولي مصر الروماني, commemorating his victory and in pacifying the southern borders. يعني إيه pacifying the southern borders؟ تأمين الحدود الجنوبية لمصر. And it's now displayed in the Egyptian Museum in Cairo. ادي البريستايل تمبل بتاع أوغسطس. نظرة للبروستايل تمبل من يعني عن قرب شوية. قدام البريستايل تمبل بتاع أوغسطس هنلاقي كده حاجة اسمها جيت اوف دوكليشن أو بوابة دقلديانوس. في ناس قالت عليها ان هي ارك دي تريمف، يعني اقواس النصر اللي بيقولوا عليها. اقواس النصر دي احد الاشكال اللي كانت بتمجد انتصارات الاباطره الرومان، وهي عباره عن مداخل كده معينه. الحقيقه في اول ناس قالت ان هي تعتبر تريمف الجيت، هي تعتبر زي ما بنقول قوس من اقواس النصر المعتاده، احد اشكال العماره الرومانيه اللي ظهرت في الإمبراطورية الرومانية بصفة عامة. وفي ناس تانية بتقول لأن هذا الشكل هو يعتبر أحد الحصون أو بقايا لحصن صغير، أو يعني حاجة دفاعية صغيرة تم بنائها في عصر الإمبراطور دقلديانوس لتأمين الحدود الجنوبية المصرية. So in front of the peristyle temple or peristyle of Augustus we can find here two gateways. We have two opinions to these two gateways. The first group of scholars believe that they were an arc de triomphe or اللي هي أقواس النصر بنقول عليها. It are gates commemorating the triumph or the victory of the Roman emperor, and it considered to be one of the architectural features, Roman architectural features. The second opinion says that this gateway was a part of a fortification. It was used for fortification, يعني fortification للتحمين للتحصين. In order to pacify the southern borders of Egypt. عندنا كده بقايا صغيرة، احنا يعني كجايدز ما فيهاش كلام كتير تقدر تقوله، هي بس مجرد كده عتبة كده صغيرة، وهي عبارة عن بقايا معبد بيرجع لعصر الإمبراطور كلاوديوس على أغلب الظن، وهو كان يعني مكرس. بقايا هذا المعبد هو عبارة عن معبد كبير في الأصل، أو معبد يعني متكامل، كان مكرس لحرندوتس. حرندوتس اللي هو حورس المنتقم لأبيه، خلاص. والبيفمنت ديت اللور بارت ديت هي ما زالت موجوده، وبعض البلوكس بتاعتها اصبحت استخدمت بعد كده لبناء كنيسه في على هذه الجزيره. So the temple of Herodotus, it is located to the north of the gate of Hadrian. This temple or this pavement was originally a part of a temple. And يعني كان جزء من معبد. It dates back to the reign of Claudius and it's dedicated to the cult of Herodotus, Horus the avenger of his father. يعني ايه Horus the avenger of his father؟ يعني حورس المنتقم لايه؟ المنتقم لابيه. And parts of the blocks of this temple were reused to build the western church on the island of Phila. كانت مستخدمه بعض الاحجار بتاعته لبناء الكنيسه الغربيه في هذا المكان. طيب احنا عندنا الرومان شابل. لو انتوا فاكرين الرومان شابل ممكن اشوفها برضو منين؟ ممكن اشوفها في الفيرست ايسترن كولونت. بعد ما خلصت وانا واقفه قدام البايلون بلاقي الجيت بتاعت فيلادلفيوس، ووراها الرومان شابل. اتس رومان شابل اندكوريتد، ووراها بيبقى ظاهر كيوسك بتاع تروجين. تعالوا كده نشوف الرومان شابل ديت، يعني نتكلم عليها شويه. الرومان شابل ديت زي ما قلنا هي كانت موجوده في في المكان ما بين الكيوسك بتاع تراجين والجيت بتاع فيلادلفيوس، وهي سمول شابل without any type of decoration، فمن الواضح ان هو لم يتم استكمال زخرفتها. So this is a Roman chapel.
This Roman chapel could be found in the way, or it's located mainly between the Kiosk of Trajan and the Gate of Philadelphus. خلاص, it could be seen in the eastern colonnade, first eastern colonnade, when we are standing in front of the first pylon of the Temple of Isis. Okay, this is a Roman chapel. It has any, it didn't bear any type of decoration on its walls, so it's an unfinished chapel. وراها خلاص, ورا الشابل ديت بنلاقي الكيوسك بتاع تروجين. ادي الكيوسك اهو بتاع تروجين, وبعض الناس بتقول عليه سرير الفرعون, خلاص فيروس بيت. الحقيقه المعبد دوت يعتبر يعني في ناس كتير قالت عليه ان هو كان بيستخدم as a resting place للبروسيشن, او الموقف بتاع المعبوده ايزيس. والحقيقه الجزء او الحائط الجنوبي من هذا المبنى كان بيصور بعض الاوفرنج سينس اللي بترجع لعصر الامبراطور تروجين. لكن معظم الناس قالت ان هذا المعبد بدا انشاؤه عصر الامبراطور اوغستوس. يعني احنا هنلاقي ان هو عباره عن مبنى في كده اعمده بيبلغ عددها 14 عمود, والفلورال كومبوزيت كابيتلز زي ما انتم شايفين اهو, والاعمده ديت بتصل ما بينها من خلال حوائط ستائر. تمام, لو دخلتوا هتلاقوا على اليمين بعض المناظر اللي احنا قلنا عليها اوفرنج سينز بترجع للعصر الروماني, وعلى الشمال هنلاقي هنا جرافيتي. جرافيتي متنوعه على فكره, بترجع يعني مكتوبه بالخط اللاتيني, وعلى فكره في جرافيتي بالعربي, فده معناه ان هذا المكان تم زيارته من قبل بعض يعني ممكن نقول الزائرين العرب والرحاله العرب, وبعض برضو يعني الاجانب في هذه الفتره. So this building is functioned as a resting place. What is the meaning of resting place? يعني مكان للاستراحة, كاستراحة for the procession of goddess Isis. We can find it's mainly consisting of 14 columns with floral capitals, and the columns are joined together with screen walls, as we see here. When you enter the kiosk here, on the right side, you can find offering scenes for Roman emperors. And they are in a bad state of preservation. اللي هي الoffering scenes اللي موجودة يعني ما تعتبرش أفضل حالتها. And the offering scenes here are dating back to Trajan. And on the other side, you can find graffiti. The graffiti, we can find the Latin graffiti and also Egyptian Arabic graffiti, confirming the fact that the Arabs once visited this place. أدي هو المدخل بتاع الكيوسك بتاع تروجين أو فيروس بيت. وزي ما قلنا وانت داخل خلاص المعبد اهو, وانت داخل هيبقى دوت يمينك you can find here the offering scenes, وهنا شمالك you can find here the different types of graffiti, the Latin and also the Arabic graffiti. في الاخر قبل ما ننهي جولتنا لازم نقول برضو ان هذا المكان حوى بقايا يعني كنيستين, وده يدل برضو على ان هذا المكان برضو كان بيستخدم اثناء او بعد انتشار المسيحية في مصر.